والله تاني ينسر تاني يجي على المعبرة بيتأثر. هذا صاحب الإيمان. الله يبارك فيك يا عم. الله يجعلكم كلكم صاحبين إيمان. بيجيش عباله يتكلم في الدنيا صاحب الإيمان. صاحب الإيمان بيخشع. ليش الرسول عليه السلام يزور المقابر؟ عشان نخشع يا جماعة. عشان اللي مش مزبطة صلاته يزبطها. مش مزبط إيمانه يزبطه. صلاة الفجر بتروح عليه عشان ما تروحش. إذا ناصب على واحد مش يشرد منه يقول له من شان الله من شان اللي خلقك تعال أعطيك حقك. علول بيعرف ليش؟ علول كلكم بتعرفوا لكن بذكركم اليوم عمل بلا حساب. اليوم في درهم وشيكل ودينار تعطيه. أما بكرة صلاتك بكرة حجك بكرة عمرتك. إذا مصلي الفجر راحت. ها كيف؟ ها كيف؟ إذا مصدق إذا مزكي إذا مزكي إذا صايم تنين وخميس. مش قال عنه الرسول عليه السلام هذا المفلس؟ المفلس بيحسبوا إنه معوش مصاري. أتري المفلس اللي صلى؟ أتري المفلس اللي حج؟ أتري المفلس اللي جاب عمرة؟ أتري المفلس اللي صام تنين وخميس؟ أتري المفلس اللي زكى واللي صدق؟ أتري المفلس اللي وصل رحمه؟ طب ليش مفلس؟ لأنه أذى المسلمين، لأنه أدخل المرار على المسلمين، نصب عليهم، كذب عليهم، اعتدى عليهم، خوفهم. هذا بياخذ صلاته وهذا بياخذ حجه وهذا بياخذ عمرته وهذا بياخذ صلاة فجره وهذا بياخذ قرآنه. مفهوم الكلام يا جماعة؟ والله مفهوم. طيب وضل عليه سيئات، ضل عليه أذى للمسلمين، ضل عليه حق للمسلمين. رب العزة العدل شو بقول؟ ضل عليه إشي؟ بقولوا له ضل يا رب. ضل حسنات؟ ما ضلش يا رب. خذ من سيئاتهم على سيئاته ثم يطرح في نار جهنم. هذا اللي عابد الله كيف اللي بيصليش؟ كيف اللي بيسبحش؟ كيف اللي بصلاش الفجر؟ كيف اللي بصامش؟ كيف اللي معلش ربه؟ يا مشايخ ليش بتتكلموش إلا بالإيمان والعقيدة والتقوى ومعرفة الله؟ ليش بتتكلموش عن الإشي الثاني؟ والله الإشي الثاني ما بيجي، والله ما بيجي إلا يدخل النور قلبك، إلا يجي الإيمان قلبك، إلا تحب ربك. أنا عارف صلاة الضحى شي هي، وأنا عارف صلاة الفجر شي هي، وأنا عارف الإحسان للمسلمين شي هو، وأنا عارف قراءة القرآن شي هو، وأنا عارف بر الوالدين شو هو. والله يا إخواني ابتني منع الرزق من غضب الوالدين. والله بسود وجهك من غضب الوالدين. والله عند الشهادة ما بتعرف تقول أشهد أن لا إله إلا الله من غضب الوالدين. بدك أكثر من هالعقاب؟ قال إيش؟ قال لقيت براحت إيده هذا اللي عائق والديه، لقيت ما ضربوش سرطان، لقيت ما راحلوش ولد، لقيت ما راحش ماله، ما راحوش أولاده، لقيت ما راحت صحته، راح إشي أحسن من هذا، بس مش كل الناس فاهمينه. مش كل الناس فاهمينه. لهقيت مراحل عمارته، لهقيت مراحل دكاكينه، لهقيت مراحل الذهب اللي عنده، لهقيت ما ضربه مرض. والله ضربه مرض ما في مرض زيه. شو هو المرض؟ شو هو المرض؟ المرض ما تعرفش ربك، المرض ما تخشعش في صلاتك، المرض الله يمنعك من صلاة الفجر. مرة بس واحد قال هيك، طلع شو قال؟ واحد قاعد خاشع وقاعد بيبكي. طب شو بعرفك ليش بيبكي يعني؟ تقول عنه منافق، هذا منافق بيبكي، هذا نفاق، هذا إلا إجا في قلبه هذا ولي الله، ولي الله مش مشلط. قال هذا منافق. يمكن هاللي بيتكلم هذا حدا يبرم عليه مثلا، يقول لك عشان بيصوروه وعشان بيعملوه هذا كذا. والله هذا الإشي إلا ياكلها. يمكن يقول لك منافق. طيب شو بعرفك انه منافق؟
باجي باجي ان شاء الله باجي. الأشهب 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 دار الأشهب بقيت برضه. وصلوا أمي يا عمي وصلوا صحيح الساعين هقيت بيجي لا هقيت ما هذا والله عقاب إن يحط لك سواد على قلبك هذا أكبر عقاب. فعاقبه الله في إيش الله عاقبه؟ مش في ابنه مش في صحته مش في ماله مش في سياراته مش في عمراته كل شيء موجود أخذ منه أغلى شيء. شو الأغلى شيء؟ شو الأغلى شيء؟ ثلاثة أشهر ما عرفش يقوم الليل كل ما بدي يحول يندب على الأرض. أثقلتنا المعاصي. ليش بنقومش الليل؟ ليش بنصليش الفجر؟ ليش بنتلذذش في القرآن؟ ليش بنتلذذش في مناجات الله؟ أكبر عقاب هذا. قال أثقلتنا المعاصي. حسن البصري هذا العبد الرباني اللي بقول مش أنا قال ليش بنقومش الليل؟ ليش محروبين نقول لربنا أنا يا رب المظلوم؟ أنا يا رب العيان؟ أنا يا رب الأولاد بفشكلين مش راضين علي؟ أنا يا رب المرأة جيش شاموس مش راضي علي؟ أنا المعتدي علي جاري يا رب؟ أنا المظلوم؟ أنا البدي نور؟ أنا البدي إيمان؟ محرومين. أكبر حرمان شو هو يا جماعة؟ شو أكبر حرمان؟ أكبر حرمان ما تقولش يا رب الله ما يشرحش صدرك. وأكبر عطاء أكبر عطاء الله بيعطيك إياه شو هو؟ شو الله بيعطيك إياه؟ شغل الأنبياء. شو شغل الأنبياء؟ شو عمل الأنبياء؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اسمع والله يا عاق والديك أنا واحد حطها في داني يا جماعة أتوب واحد حطها في داني والله عاق والديك والله لا بيتنى على أكل ولا بيتنى على شرب ولا بيعرف ينطق الشهادة عند الموت. عند الموت أكبر عقاب إنك ما تيجي تقول لا إله إلا الله عند الموت مأواك النار والعياذ بالله. أكبر عقاب ما تتلذذش في القرآن ما تعرفش تذكر الله. والله يا أخواني من الناس بيموتوا على غير الشهادة يا جماعة. ظني حاج في واحدة كانت عقبانة على ابنها ما أدريش ينطق الشهادة. نعم علقمة يعني اللي هو صاحب النبي عليه السلام عاق والديه وعند الموت ما بعرفش يقول لا اله الا الله. خافوا عليه الصحابه راحوا نادوا النبي عليه السلام قالوا له له ام وابو قال له ام قالها يرضي عليه قالت الله يغضب عليه. كان يقدم مرتي كان يقدم مرته كان يعز مرته كان يودي التفاح والموز لمرته. اما هذيك مسكينه على الدعاء قاعده يا رب تنجي ابتلى عنه الضربات ابتلى عنه الغضب وابتلى عنه السخط وقاعده وهذيك بتتلذذ على النعايم. قالت له يقدم مرته علي الله يغضب عليه. قالوا هاتوا نار تنيح رقاب الميموت نار الدنيا اهون. فرق قلبها فقالت اني سمحته الله يرضى عليه. نطق الشهاده ومات. اوعى يا عبد الله تموت والديك غضبانين عليك. ها سواد وجهك ببين غضب والديك. عدم صلاه الفجر بتبين غضب والديك. عدم حب القران ببين غضب والديك. الناس بتكرهك غضب من غضب والديك. الرزعة مش نافعة من غضب والديك. والله لا تتهنى في حياتك والله لو تعرف شو الام والابو الا تنزل على اجريهم تبوسهم مش ايديهم والله الا غير على اجريهم تبوسهم. فيا اخواني من الاربع اللي بروحوا على النار بخشوش الجنة الا بعد بهدلة عاق والدي مدمن الخمر اللهم عافينا اللهم لا تجعل فينا مدمن دخان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توب على أهل الدخان. اللهم كششهم في الخبائث. اللهم كششهم في الخبائث. حببهم في الطيبات. حببهم بالقرآن. حببهم بصلاة الفجر. حببهم بقيام الليل. حببهم بذكرك يا الله. بالأعمال الصالحة. كرههم. كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان والدخان. واجعلنا يا مولانا من الراشدين. اللهم يا الله كمان قاطع الرحم يا اخواني على النار. وكمان الديوث اللي بيدير شباله على اهله وبعلمهم الدين على النار. لا يدخل الجنه ديوث ولا يدخل الجنه نمام يعني بجيب سيره الناس وبشبك الناس. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وغائبنا وشاهدنا. اللهم نحيت من الحي على الاسلام وتوفيق من التوفى على الايمان. اللهم لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا اجرها واغفر لنا ولا تحرمنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الخطايا والذنوب.
كما ينطق الثوب العبيض من الدنس. أعطيناهم دارا خيرا من دارهم، أهلا خيرا من أهلهم، وأزواجا خيرا من أزواجهم. وعيدهم مثل فتحة القبر وعذابي وعذاب جهنم. ومن ظلمة القبر ووحشة القبر ووحشة القبر وضمة القبر. اللهم اجعل ضمة القبر عليها بردا وسلاما كما كانت على سعد بن معاذ اهتزده عرش الرحمن وشيحه 70,000 ملك. الله يجعل ضمة القبر علينا كمان هيك رحمة يا الله، اجعلها من أهل الجنة وبعدها عن النار يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل هذه الليلة أسعد لياليها وأسعد أيامها. اللهم افسح لها في قبرها ونور لها فيه، اللهم نور لها فيه، اللهم أنس وحشتها وارحم لها غربتها. اللهم اجعل يا الله إلها أولاد، الله يوفق أولادها يدعونا، الله يشرح صدور أولادها يدعونا، اللهم اشرح صدور لأولادها يبروها.